كان يمكن لصالح سليم أن يهجر كرة القدم ويستمر في السينما، خاصة أن النقاد في مطلع الستينيات كانوا يطالبونه باعتزال الكرة، لكن صالح لم يكن يفعل إلا ما يقتنع به. لم يكن مقتنعاً بنجاحه السينمائي، ربما لو كان شخصاً آخر كان سيرضخ لمطالبات الاعتزال ويواصل نجوميته في مجال السينما، لكن هذا الشخص لم يكن صالح سليم. زي ما كانت بطولة الأمم الأفريقية في دورتها الثانية 59 سبب في ظهور صالح سليم على المسرح الدولي كلاعب دولي، كانت بطولة الأمم في أثيوبيا 62 نقطة مثيرة جدا في مسار صالح سليم الكروي. منتخب مصر فشل في أثيوبيا، الأصوات كلها راحت على صالح سليم. صالح كبر، صالح لازم أن يعتزل، بلغ سنه 32 سنة، وبدأت النغمة تظهر كتير في الصحافة وقتها بتطالب صالح سليم بالاعتزال. للفترة بتاعة 62-63 كان بدأ الأهلي النجوم الكبار يعتزلوا، وبدأ يعني الفرقة ما تبقاش في حالتها، فشيء طبيعي إنه لما الفرقة تهبط يبقى نتائج بتسوء، يبقى صالح سليم المفترض إن هو يفكر في قرار الاعتزال. الصحافة هنا والإعلام يعني كان بيطالبني بالاعتزال ولازم اعتزل عاجبز ومعرفش ضايقوني بقى. كان رافض جدا فكرة إنه أولا الاعتداد بكبر السن كسبب للاعتزال، أو إنه هو يفرض عليه قرار يخصه هو شخصيا أو يخص النادي الأهلي، فبالتالي كان فكرة إنه يبطل فكرة مرفوضة عنده جدا، بل لعله تعامل معها بالعناد الطبيعي والشديد المعروف عنه. وفي نفس الوقت صالح سليم عاش حياته كلها في كرة محترفا جوه نفسه، يعني هو كان يمارس الكرة كمحترف وليس كهاوي، ومن هنا جاءت فكرة فمواجهة الاعتزال واقتناعه أنه محترف كرة، هنا جاءت فكرة أن يحترف في النمسا. يجي له عرض من النمسا، نادي جرادز النمساوي، بالصدفة قاد المدرب النمساوي فريدز، وفريدز كان درب صالح في النادي الأهلي فعارف قيمة صالح سليم، قدم عرض لصالح أنه يسافر، وراح احترف هناك 6 شهور أو أقل قليلا من 6 شهور. كان الفريق بتاعه اللي هو جرادز كان مهدد بالهبوط ويقفز من قاع الدوري إلى المركز السادس، الناس هناك كانت منبهرة جدا بالفرعون، بالإضافة إلى تكوينه الشخصي وسماته الشخصية وشكله خلى ده حديث الصحافة النمساوية لفترة طويلة. فريتز بيمبل لاعب رابيد فيينا السابق والذي كان قد درب الأهلي، ومن ثم تم التعاقد مع فريتز بيمبل ليدرب فريق جراتس، وهو فريق عريق يمثل ثاني أكبر مدينة في النمسا جراتس، وكان التعاقد بهدف الحفاظ على مكانهم في الدوري الممتاز. وجلب فريتز معه صالح سليم نجمه السابق في مصر والبالغ من العمر آنذاك 32 عاما إلى جراتس. كان هذا شيئا رائعا لكرة القدم في جراتس. كان سليم أول لاعب من القارة الإفريقية يلعب في الدوري النمساوي بعد الحرب العالمية الثانية، وعلم سكان جراتس أنه نجم في مصر على غرار بطل التزلج النمساوي توني سيلر الذي كان كذلك نجما سينمائيا مثل صالح سليم. وأفادت الصحف المحلية أنه في الشوارع وفي المقاهي وفي العمل كان الجميع يتكهن حول نجاح سليم في المستقبل وتكيفه مع الحياة في جراتس. أقنع صالح الجمهور تماماً، سجل 3 أهداف في أول مباراة ودية له مع جراتس، واحتفلت الصحف الرياضية ببراعته في المراوغة الرائعة ومهاراته الفنية الأنيقة بكلتا ساقيه وإحساسه العملي في الملعب وتمريراته السلسة وتسديداته القوية. كان جراتس يفوز وسجل سليم في مبارياته 3 الأولى بالدوري، حتى رابيد فيينا النادي العظيم من العاصمة تعرض للهزيمة في فيينا، لكن بعد ذلك أصيب سليم وبدأ النادي يخسر بعض المباريات بعد هزيمة كبيرة أمام الأبطال المحتملين للدوري.
كما حظي سليم بالترحيب من قبل الجالية المصرية الصغيرة في غراتس، فقد كانوا يتألفون بشكل أساسي من حوالي 300 طالب، وحرصوا على مؤازرته حتى في المباريات خارج المدينة، وهي حقيقة لاحظتها الصحافة المحلية المذهلة. مرحبا بكم من النمسا. بالتأكيد أستطيع تذكر السيد صالح سليم، كان لاعب كرة قدم من العظماء ويملك مهارات فنية عالية، كان شخصا رائعا. لعبت في عام 1963 مع فريق كرة القدم بنادي غراتس، وفي المواسم السابقة تراجعت النتائج، ولذلك كنا نصارع للهروب من الهبوط. لهذا السبب كان من الضروري استقطاب 3 لاعبين جدد، أحدهم كان صالح سليم، وفي الموسم التالي قدم مستويات ممتازة ووصل به إلى المركز السادس في ترتيب جدول الدوري. لقد استفدت كثيرا من اللعب بجوار اللاعب المتميز صالح سليم في خريف 1963، وبعدها تم استدعائي للعب في المنتخب النمساوي، وكان بالنسبة لي نجاحا كبيرا. صالح سليم بجانب كونه لاعبا غير عادي، هو شخص ذو قيمة وأثر الفريق بوجوده. طلبت الصحافة النمساوية باستمرار صالح مع جرادز النمساوي، لكن الحقيقة في الفترة دي صالح سليم اللي نجح هذا النجاح الكبير جدا كان بين 3 نقاط، إما أنه هو يستمر مع جرادز النمساوي خاصة أنه هو مكنه من البقاء، أو أنه ينتقل إلى الدوري الإيطالي لأنه جاله عرض مغري جدا من لازيو الإيطالي. لكن البند الثالث أو الاحتمال الثالث كان طاغي جدا على تفكير صالح سليم. في الوقت ده كان بدأ تراجع فرقة الأهلي، كان خد الدوري 9 مرات متتالية، مفيش فرقة بتظل على القمة طول الوقت، فبدأ التراجع وبدأ عدد كبير من النجوم يكبروا في السن، فطلبوا من صالح سليم أن يعود. قالوا من عبد الوهاب أخوه، تعالى إحنا بنعمل فرقة جديدة والأهلي محتاجة، وطبعا قضي الامر. اول ما النادي الاهلي محتاجه صالح ساب العرض النمساوي وساب العرض الايطالي ورجع للنادي الاهلي علشان يعمل معاه موسم 63-64 في اعظم حالاته. رغم انه كان جيدا مع الاهلي ذلك الوقت، الا ان الاصوات ظلت تطالبه بالاعتزال. فضلت الفكره بتلحق على الصحافه المصريه، خلاص هم عرفوا السكه في مطالبه صالح سليم بالاعتزال. واما رحت هناك ابتدت الجرايد هنا تقول لي راح ليه وسافر ليه وبتاع، يعني رجعت تاني ابتدوا يقولوا لا لازم يبطل تاني وهكذا. هو اصر صالح من الشخصيات اللي لا يستطيع احد ان يفرض عليه رايه. صالح دخل في عامه 36، يعني فعلا بقى ومفيش حد في التوقيت ده كان بيوصل ل 36 و37 في الملاعب. كان حريص على انه يكمل لاطول فتره عشان ينتصر لرايه الشخصي وعشان يعزز فكره انه اللاعب هو فقط من يقرر قدرته على الاستمرار في الملاعب من عدمه. فلازم لما يجي يعتزل يبقى حقق لناديه اخر ساب ذكرى طيبه، عايز ياخد بطوله ويعتزل بعدها. وكان نفسه يلعب كاس مصر 66 لكن ما حصلش نصيبه انه يلعب